فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ورد في السنة إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، يقول: ما مقدار إطالة الغرة المستحبة؟ إطالة الغرة الفرض على الفرض، ما يزيد على الفرض. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: فمن استطاع أن يطيل غرته، هذا من كلام أبي هريرة ما هو من كلام الرسول، ولذلك يقولون هذا من كيسه ما هو من كلام الرسول. فغرا محجلين من آثار الوضوء، وهذا زايد على الوضوء. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.